أفضل منك. لا هو أحسن. شوفوا 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 لا يا جماعة بيهدوا عندنا يا جماعة وقالوا عندنا بيهدوا يا جماعة انتم صلوا بالأقل يا صديق عادي شو جدير هكذا هكذا هذا مكاني عادي عادي خذ راحتك خذ راحتك تماما يا صديق وزين تقدروا توسعوا وتاخذوا الكادر كمان ها يا جماعة يا جماعة حبون ننظمكم أنا والله العظيم هذه خدمتي أنا يا أخي تعرفوني والله العظيم لا ولو على المباشر يا قريبا شوف حاوكي هكذا اسمحت اروح هكذا اروح الصديق خلاص هذاك يرفع برك هذاك سليمان هذاك بيت الكادر تاعك اعلى منه التليفون يدخل يقدر يدخل ما بيناتنا بارك الله فيك ها سليمان خلاص هكذا نظمتهم هذا هو التليفون هذا ما فهمت هنا يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا اليوم هنا في مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ولم آتي إلى المقر بمفردي الحقيقة أنني أتيت ومعي قلوب الجزائريين التي تساندني وتقف معي دون أن تبتغي جزاء ولا تريد شكورا وأسحب الاستمارات وأسحب معها كذلك قلوب الجزائريين التي آمل أتمنى أن ترافقني وأن تقف إلى جانبي الجزائر اليوم في حاجة إلينا جميعا لا حل للجزائر اليوم سوى الانتخابات هل يمكن أن تتجاوز الجزائر أزمتها إلا بالانتخابات فقط دون سواه ولذلك أنا هنا لإبداء رغبتي في الترشح للرئاسيات المقبلة الترشح للرئاسيات المقبلة يقتضي من المؤكد أنه يقتضي برنامج وأنتم تعرفون أن الجزائريين شريحة من الجزائريين في الآونة الأخيرة صارت تخون كل من يظهر كل من يطفو على الساحة إلا وتقيم له محاكمات وتقيم له واحا وهو مبتسم مع الأسف الجزائريون اليوم كلنا نستيقظ ونحن غاضبون ولاحظ ملامح الجزائر يستيقظ غاضبا ويستيقظ وهو في بؤس وهو في الجزائري في حاجة إلى رئيس يعيد البسمة إليه إذا استطاع من يفوز بثقة الجزائريين إذا استطاع أن يعيد البسمة إلى الجزائريين إذا استطاع أن يحتوي قلوبهم وعقولهم فإنه سيذهب بالجزائر إلى بر الأمان كذلك أضيف بأن في أولى أولوياتي تقريب العلماء والمفكرين والأدباء والمثقفين والشعراء والفنانين تقريب النخبة باختصار تقريب النخبة إلى منظومة الحكم قبل آلاف السنين كان يوبا الثاني في شرشال صنع مجدا للإمبراطورية في شرشال اللي سماها القيصرية هذه الإمبراطورية من خلال تقريبه للعلماء والمفكرين هارون الرشيد إذا شئنا أن نعود إلى التاريخ الإسلامي هارون الرشيد صنع الحضارة العباسية بتقريبه للعلماء والعظماء والمفكرين هذا هو البرنامج الذي سأرتكز عليه تقريب القلوب وتقريب العقول منا إعادة هذه العقول المهاجرة خارج الجزائر بأي طريقة كانت وبأي ثمن كان هذا جزء من البرنامج الذي أسعى إلى تجسيده وأنا أتقدم أمام الشعب الجزائري الذي آمل أن يمنحني ثقته
كي أجعله يستيقظ في الصباح وهو غير غاضب. ومن جهة أخرى أود أن أشير إلى أن أي واحد منا يتقدم لمثل هذا الموقف فإنه بالتأكيد سيجد من يقف في وجهه حتى بتهم لا أساس لها. سيقولون لكم بأن أبنائي يدرسون في الثانوية الفرنسية، أبنائي لا يعرفون أصلاً موقع الثانوية الفرنسية في بن عكنون. صدمت أنا مع ابني أحمد يعني منذ أسبوعين فقط ومارين على بن عكنون، وهو مقر الثانوية ألكسندر ديما ما يعرفوش يعني. وآتي اليوم إلى في الحقيقة إلى مقر السلطة، سلطة الانتخابات، وأنا حزين. حزين لأنني واجهت معركة ضارية ليلة البارحة في البيت وحتى اليوم في الصباح. العائلة كلها تريد أن تثنيني عن هذه الخطوة. لا أحد يعني لو كان عندكم كيف نوري لكم فيديو مع بنتي الصغيرة عمرها 7 سنوات تقول لي يا بابا، قلت لها هل أنت يا سيرين يعني ما كيش حابة نروح نترشح؟ هي لا تفهم ما معنى الترشح يعني، وإحنا ماشيين في المدرسة قالوا لي باللي لو ترشحت سيصير كذا وكذا وكذا، ما تسمعه من الكبار طبعا. ولذلك آتي إلى هذا الموقع، إلى هذا الموقف، وفي ذهني برنامج يجب أن أسعى إلى تنفيذه في حالة ما إذا منحني الجزائريون ثقتهم. الغريب أيها السادة، الغريب أن الجزائر في بداية عهدها بالاستقلال عام 1962 رئيسها كان عمره 30 سنة. الغريب أن رئيسها الثاني بومدين كان عمره 32 سنة. الغريب أن وزير الشباب آنذاك اللي هو بوتفليقة عمره 25 سنة. لا أحد من هؤلاء يملك شهادة جامعية، لا أحد من هؤلاء دخل مدرسة. بومدين كان في كتاب. ثم الشاذلي في عام 79 كذلك تولى الحكم وعمره 47 سنة. زروال بوتفليقة في 99 تولى الحكم وعمره 64 سنة. كيف تريدون اليوم أن نعود بالجزائر، أن نعود بحكم الجزائر إلى أن يحكمنا من يتجاوز سنهم 70؟ يعني هذه المفارقة العجيبة، أن الجزائر كانت السباقة بين كل البلدان، بين كل بلدان العالم، إلى أن يكون رؤساؤها شباب. اليوم يريد البعض أن نعود إلى 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 عصر وين شيوخ، يعني نحن نكبر ونجل كبار الساسة عندنا في الجزائر دون ذكر الأسماء، نكبرهم ونجلهم، ولكن نشأنا على أسمائهم طوال أكثر من 60 سنة من الاستقلال. أنا منذ وعيت، أنا عشت تحت حكم الرئيس هواري بومدين، تحت حكم الرئيس الشاذلي بن جديد، تحت حكم من أتى من بعدهم، ثم يعني عمري نصف عمري راح في 20 سنة التي حكم فيها الرئيس السابق. ولذلك نحن في الجزائر في حاجة إلى تجديد الدماء في الدولة الجزائرية، في حاجة إلى تحريك المياه الراكدة. أرجو من الحراك، وقد كنت يعني لو أعطيكم الزملاء الصحفيين أعطيكم شيء، هناك من يرسل تقارير بنا نحن المثقفين والإعلاميين، في وقت ما كان يقول هذا الشخص ضد العهدة الرابعة، هذا الشخص يرسل تقرير يكتب فيه فلان الفلاني بخليلي أو فاتح أو عمر أو زيد يصمه بأنه ضد العهدة الثالثة أو ضد العهدة الرابعة أو ضد، حتى في بداية جنفي كان يرسل بنا تقارير ضد العهدة الخامسة. اليوم تعرفوا باش يرسل تقاريره، يكتب هذا يخرج كل أسبوع للحراك، هذا يخرج كل أسبوع للتظاهر. فلذلك وأنا أتقدم للشعب الجزائري أريد أن أجعل من الجزائريين يعودون إلى بعضهم البعض. الجزائر الآن في حاجة إلى تحضر. أنتم تلاحظون الشارع الجزائري الآن يعني مع الأسف لا يوجد تسامح بين الناس، يعني بمجرد أن تقف أمام شخص بسيارتك إلا ويهاجمك، أما لو تكلكسون عليه يعني من باب التنبيه، هذا اسمه المنبه، فسيثور في وجهك، ومن غير المستبعد أنه يكسر لك سيارتك يعني. فلذلك نريد أن نخرج بالجزائري، بعقلية الجزائري، من حالة العنف، من حالة كونه يستيقظ غاضبا إلى كونه يستيقظ فرحا مسرورا. دكتور شكرا لك. دكتور تعليق، دكتور نعم تعليقك فقط على ترشح وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوب. والله أنا أنت أعطيتني فرصة سؤال مهم. أنت أي قناة أنت؟ نوميديا. نوميديا أعطيتني فرصة حقيقة للرد على سؤال مهم. الناس يعتقدون أنني ترشحت نكاية في عز الدين، ترشح بنفليس بوتفليقة نكاية في بنفليس عام 2004، نكاية في بنفليس.
ترشح بنفليس نكاية في بوتفليقة عام 2014. هذا هو المعنى، لكن أنا لم أتحدث عن هذا الشخص، أتحدى أيا كان أن يعطيني اسم هذا الشخص إذا ورد في الفيديو. أنا تحدثت عن عصابة، عن أذناب عصابة، عن أحزاب ستمثل درعا للعصابة، ستحمي العصابة. قلت لا يعقل أن هذا الحزب الذي أمضى 20 سنة في الحكم، سمي الأشخاص كما تشاء. يا جزائريين، عودوا إلى مشاهدة الفيديو مرة ومرتين وثلاثة، ركزوا جيدا أنني لم أذكر أحدا باسمه، أنني لم أتحدث إلا عن حزب معين باسمه. قلت هل يعقل هنا في هذه السلطة التي نحن فيها اليوم أن يأتي حزب؟ كيف تتخيل أنت حزب؟ كيف عامل هذا الحزب هذا لسحب استمارات الترشح وأكلف إطارات لسحب الاستمارات؟ أنا لم أفهم هذا يعني أنا كنت أيضا سأفاجئكم أني سأكلف زميلي الإعلامي القدير اللي سيكون إن شاء الله مسؤول الحملة لاحقا، سيحسون بحسون تشيكو، كنت سأكلفه أن يأتي لكن كنت أعرف أنكم كزملاء تنتظرونني أنا، ولذلك جئنا مع بعض. وعلى هذا فأنا لم أذكر إلا الأرندي كحزب وكمثال وكرمز من رموز العصابة التي تريد أن تستحوذ على السلطة، أن تستحوذ على الحكم كي تكون درعا للعصابة وأزلامها. ممكن أن أسأل عن أسئلة لو يسمح وحدك، ما هو موقفك من فرنسا في حال فوزك؟ كيف موقف فرنسا؟ موقف تعاد يعني بما تمثله فرنسا من هجر تاريخي، وكذلك بما تمثله أنها تستحوذ على أغلب العقود التجارية. نعم فرنسا فرنسا سؤال نعم لا خليني أجيب، خلينا نشوف سؤال بسؤال. أعتقد أن فرنسا تربطنا بها روابط تاريخية، أحيانا كانت روابط إيجابية وأغلبها كلها روابط سلبية بالنظر إلى تراكم الحقبة الاستعمارية. يعني 130 سنة ليس سهلا من الاستعمار، ليس سهلا أن تمحوها هكذا. أما مسألة موقفي في حالة ما إذا حزت على ثقة الشعب الجزائري، أنا سأتعامل مع فرنسا الند للند. يعني يجب أن نتخلص من ذهنية أن نتعامل مع فرنسا أنه المستعمر القديم الذي يعني أتانا بالحضارة. لو تعود إلى تاريخ الجزائر عام 1830 ستجد جحافل من العلماء. لو تعود إلى ما قبل ذلك التاريخ، أنا عندي عقد للعائلة، يعني عقد العائلة اللي في أسماءنا قبل أن تلقب، قبل أن تطلق الألقاب فرنسا في الجزائر، يعود إلى 1756 أثناء الحكم العثماني. النخلات اللي عندنا في بسكرة يعني تاع العائلة، من إرث العائلي، العقد يعود إلى الحقبة العثمانية 1756. لو تقرأ يعني الطريقة اللي مكتوب بها يعني وكأنه كتب 2019، والقاضي الذي كتبه أحد أجدادي، لم تكن الألقاب موجودة، فكان اسم الشيخ بلقاسم القرماطي نسبة إلى منطقة عندنا في القرية اسمها القرماطة. إذن هذا الإرث التاريخي، هذا الإرث الحضاري الذي مع الأسف يعني فرنسا تحاول طمسه، بل طمسته ربما في بعض. ثم الألقاب، أنا ربما سيكون من بين النقاط في برنامجي أنني أصحح ألقاب الجزائرية. والله ألقاب في الجزائر هذه إساءة، هذه جريمة استعمارية، هذه جريمة من جرائم الاستعمار في الجزائر. ألقاب لا يمكن أن تسمعها مع أبنائك ويحشم بها يعني ملاحظة. فلذلك أعتقد أن هذه من بين النقاط التي يمكن أن تثار. أما قضية التعامل مع فرنسا، أنا سأعمل على أن نتعامل الند للند، لأنه مشكلة الجزائريين يا صديقي، أنت أي قناة؟ شهاب. أعتقد أن مشكلة الجزائريين أنهم ينظرون، يتركون المستقبل ويتفرغون لفولتير وشكسبير، يعني يتفرغون لمسائل الهوية، ما إذا كان الإنسان أصله قرد ولا الإنسان جاي من سيدنا آدم. أروني بلدا واحدا يتحدث عن الهوية اليوم، أروني بلدا واحدا يطرح قضايا الهوية. المجتمعات كلها، العالم صار قرية صغيرة. هل الفرعوني، هل المصري يعني الآن يعود إلى فترة الفراعنة ويبحث فيما إذا كان أصله من عند فرعون ولا جاء من عند عمرو بن العاص؟ السوداني كذلك، الصومالي كذلك، السوري كذلك. فإذا علينا أن نكف عن طرح مثل هذه التساؤلات. نذهب إلى المستقبل لما نبني بلد متطور تكنولوجيا، متطور اقتصاديا، عندئذ نعود إلى هذه المسألة. هل ترى أنه من خلال الفيديو الذي تحدثه
مواقع التواصل الاجتماعي، هل رأيت أن الجزائر هذه الأحزاب الجزائر في خطر بترجم تعاودة هذه الأحزاب؟ أي مدى برتي؟ برتي بما نتكلم لك بالعربي. أنت لو كنت برتي في أجزاء السبنة زيان؟ بس فهم ذا مزيان؟ سنغارة سنغارة إنها لغة وطنية رسمية. طيب لا علينا، المؤشر الذي أخذته من نشر الفيديو الذي وضعته وفهم الناس أنه نكاية في شخص ما، كما فهم الناس أنه ترشيح بوتفليقة في 2004 نكاية في بنفلوس بالخطأ، أبان لي عن مؤشر مهم جدا. قرابة 2 مليون جزائري شاهدوا الفيديو وتفاعلوا معه، وهذا الذي شجعني إلى أن آتي اليوم. تخيلوا لو كان الأمر نكاية في هذا الحزب أو ذاك أو في هذا الشخص أو ذاك، لأتيت بعد إعلان ترشحه، لأنه هذا الشخص لم يعلن بعد، لم يعلن، سيعلن رسميا حسب ما صرح هو يوم 4 هكذا ولا يوم الجمعة 4 أكتوبر. ولو كان الأمر يتعلق بنكاية فيه أو في شخصه أو في حزبه لأتيت بعد 4 وأقول ما دام ترشح أنا إذا ترشح. لا، أنا جئت اليوم الأربعاء 2 أكتوبر. هذا ما يؤكد أنه لا علاقة للأمر بما هو متداول، الناس لم يقرأوا الفيديو كما ينبغي أن يقرأوه. أما ما تشير إليه فهو تحمس الناس، هناك شباب كتبوا عد إلى التعليقات على الفيديو، هناك شباب كتبوا نحن لم ننتخب أبدا، لم نعرف شيء اسمه بطاقة انتخاب، ومع ذلك لما رأيناك وشاهدناك غدا سنستخرج بطاقات الانتخاب. فهذا يدل على أن الجزائري في حاجة إلى شخص يثق فيه، يحترمه، يؤمن بما يؤمنه. وهذا الذي حفزني على أن آتي اليوم للإعلان عن الرشيد. على الأقل كما نقول إحنا في الجهة تاعنا، أنت لما تدير عرس إذا شفتني زين فعلى الأقل زوق بي العرس، إذا شفتني شين أطرد بي النحس. فوجودي في هذه الحملة الانتخابية على الأقل أستطيع أن أساهم في حل لبلدي، أستطيع أن أحفز هؤلاء الشباب على أنه الحل الأمثل للجزائر اليوم يا شباب، الحل الأمثل هو الانتخابات. مع أنني يعني بكل أسف تجاوزت مرحلة الشباب، يعني مرحلة كمان. أستاذ، ما هو موقفك من الحراك، وما هو موقفك إذا نادى الحراك بعدم ترشحك أو رفض ترشحك وهذا منتظر يوم الجمعة القادم؟ منتظر كيف؟ لأنه أغلب الذين يخرجون في الحراك أنهم يرفضون العملية برمتها. طيب أنا أسألك، يرفضون العملية الانتخابية؟ يعني لماذا؟ ما أنت في أي بلد كان؟ دعك من الجزائر، أنت في أي بلد دون أن نسمي حتى لا يفهم الأمر على غير ما نريد. طيب أنت في أي بلد آخر؟ أنت في أزمة مثل هذه، كل شيء بلوك، كله متوقف، دواليب الدولة متوقفة، السلطة الآن هي سلطة مؤقتة ينتهي أجلها بالانتخابات. لو كنت أنت في هذا الوضع، ما هو الحل أمامك؟ الحل أمامك هو الانتخاب. إذن لماذا ترفض الانتخابات؟ يرفضوا الانتخابات لأنهم يقولون أن شروط الانتخابات غير شروط من بينها أن غير نزيه. أنا هنا أشهدكم جميعا أيها الزملاء في مختلف القنوات، أشهدكم جميعا أنني إذا رأيت ما يضفي أي شبهة عن العملية الانتخابية فسأعلن انسحابي، سأعلن انسحابي قبل إيداع الملفات إذا حدث ما رأيت، وحتى بعد إيداع الملف، رغم أن القانون لا يسمح لمترشح بأن يغادر بأن ينسحب بعد إيداع، لكنني أشهدكم أنني سأخرق القانون ومستعد أن أدخل السجن إذا رأيت ما يشوب هذه العملية الانتخابية. إذن لماذا نحن الجزائريين نحكم على 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 الأمور قبل بدئها؟ إذا ترشح حمروش، لأنه هناك منادات له، هل حمروش ستصمد أمامهم؟ حمروش اسم كبير. نعم، السيد حمروش يعني تربينا على وهل تقصده بـ70 سنة يعني في كلامك؟ هل كنت تقصده؟ لا، أنا لا أقصده هو فقط، تقصد كل من وصل هذا السن. يعني أنا أعطيت لكم مثال، أنا الجزائر الناشئة، الجزائر الفتية بدأت بقادة شباب عمرهم لم يكن يتجاوز 30 سنة، معدل عمر 40 سنة، بالوزداد قادة المنظمة السرية آنذاك في إدارة المنظمة السرية عمره 23 سنة، 23 سنة هو اللي كان يقود مصطفى بن بولعيد. أما أن يأتي، أنت أعطيتني فرصة، أما أن يأتي أحدهم ويقول فلان واش من أين مارس السياسة؟ أين مارس السياسة بوتفليقة لما 25 سنة تولى وزارة الشباب والرياضة؟ أين مارس بن بل السياسة عمره 30 سنة تولى الحكم؟ على الأقل أنا لي
أكثر من شهادة. لي شهادة سماوية حفظ القرآن الكريم بروايتين حفظ وورش، ولي شهادة شهادات أرضية، مو شهادة واحدة، شهادة الليسانس التي أودعتها اليوم، شهادة الماجستير وشهادة الدكتوراه في القريب العاجل. إذن كيف يقول الناس أنا عندي شهادات سماوية وشهادات أرضية بكل فخر واعتزاز؟ إذن لا يجب أن يسيدي حتى جيراننا، وإن كنت تسمع أنت بسعيد قيس ما كنتش تسمع به، إذن أنا على الأقل كنت تسمع بشخص اسمه بخليل يقدم برامج ثقافية فكرية ينير العقول. فإذن يعني لا هذا الاستهتار بالأسماء الجزائرية، لماذا نحن يا سيدي لماذا نحن نستهتر ببعضنا البعض؟ لماذا نخون بعضنا البعض؟ فلذلك أنا هنا من أجل أن القلوب تتصافى، أن الجزائريين يعودون إلى طيبة قلوبهم، وإلى أن يستيقظ الجزائري صباحا وهو مبتسم. أكرر، ما هي رسالتك لشباب الحراك وكل الذين تتمنى أن يشاركوا في الانتخابات؟ أقول لشباب الحراك ولشيوخ الحراك، هناك شيوخ وهناك شباب، لعلي منهم أنا واحد من شيوخ الحراك إذا أذنتم، أقول لهم جميعا عليكم أن تتجندوا من أجل إنجاح العملية الانتخابية. لا حل لبلدكم سوى الانتخاب، لا حل لبلدكم سوى الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر. أقول لكم لماذا؟ أنت الشاب الجزائري اللي ما عنده والو قاعد شد الحيط الآن، لو يستمر الأمر على ما هو عليه على هذا الوضع، بعد شهرين ثلاثة لن يجد ما يأكل. أما عندما تنتخب رئيس في 12 ديسمبر، أنا أتمنى لو يتيح للشعب الجزائري هذه الفرصة، لأكد أنني سأبدأ معكم إن شاء الله 2020 بالذهاب نحو المستقبل، بتحريك عجلة التنمية. أنا طبعا هناك برنامج سنعلن عنه في وقته المناسب في الحملة الانتخابية، لكن قبل هذا أنا أطمئن الجزائريين، أطمئن من وثقوا في اسمي وفي مساري، أطمئنهم أنني سأعمل على تحقيق أمانيهم في هذا الشخص المتواضع أمامهم. جماعة أرجعوا لكم كلهم صاغة يعني